هذا وغادر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بحفظ الله ورعايته اليوم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد مشاركة سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقدت أعماله بالبحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في مقدمة مودعي سموه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.